بجد ارحب بحضراتكم مره تانية في زملكاوي. بيسعدني طبعا ان انا يكون ضيفي النهارده كابتن مصر كابتن الزمالك كابتن مصطفى ابراهيم. برحب بحضرتك، شرفنا منورنا، ودايما بسعد باراء حضرتك معايا في زملكاوي. ربنا يخليك يا استاذ كريم، انت اللي منور وانا اللي سعيد جدا بوجودي في قناه نادي الزمالك. نعم. ومع حضرتك في البرنامج. ربنا يخليك، ده بيتك وانت تشرف بيتك في اي وقت واي مكان. يمكن حضرتك طبعا متابع زي كل الزملكاويه العاشقين لهذا الكيان التطورات والمستجدات على الساحه الاداريه داخل نادي الزمالك. النهارده اللجنه الثلاثيه بتتسلم مهام عملها برئاسه اللواء حسن موسى، طبعا بعد استقاله مجلس اداره المستشار مرتضى منصور. طبعا في البدايه احنا بنشكر مجلس الاداره المستقيل على كل الجهود اللي عملها الفتره اللي فاتت. لازم الرموز ومجالس الادارات نحترمهم ونقدرهم، لان دول هم الرموز وهم دول اللي بيقدموا الدعم والمسانده للنادي. في ايجابيات وفي سلبيات، انما لازم نشكرهم على الجهود اللي عملوها السنين اللي فاتت. طبعا كل الدعم والمسانده للجنه اللي تم اختيارها، لان طبعا جماهير نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك وكل ابن مخلص لنادي الزمالك، هي ده الوقت اللي لازم تقف جنب نادي الزمالك وتدعمه وتسنده، لان نادي الزمالك ده هو زي ما بنقول جزء كبير جدا وركن اساسي وضلع كبير جدا للرياضه المصريه. وجود نادي الزمالك وجود للرياضه المصريه. نادي الزمالك مش نادي يعني، مع احترامي لكل الانديه اللي موجوده، نادي له قيمته الجماهيريه، يعني نادي من الانديه اللي هي زي ما بنقول الرياضه المصريه الاهلي والزمالك. نعم. مع احترامي الكبير لكل الانديه الموجوده، فاي حد مهتم بكره القدم او وطني بالمعنى اللي انا بقوله يحب ان نادي الزمالك يكون في اعلى درجات القمه. نعم. لان وصول نادي الزمالك لاعلى درجات القمه ده هو وصول الكره المصريه. صح. للقمه. نعم. زي ما بنقول الاهلي برضو لما بقى في القمه، الكره المصريه في القمه، فلازم كل الدوله وكل المخلص وكل راجل وطني في مصر. نعم. يقف جنب نادي الزمالك وخصوصا ابنائه ورموزه، وطبعا كلنا وجماهيره اللي هي اتحملت كتير جدا الفترات اللي فاتت. نعم. وللاسف رجعنا تاني لموضوع اللجان. وده يعني احنا بنقول جماهير نادي الزمالك دي اتحملت يعني صبر ايوب. وهي الداعم والساند وهي البطل الحقيقي وهي رقم واحد وهي صاحبه البطولات وصاحبه التاريخ الكبير مع نادي الزمالك. فاحنا بنقول الفتره اللي جايه دي كل الدعم والمسانده للجنه. نعم. ولكل واحد هيكون موجود في مجلس الاداره اللي هينتخب بالجمعيه العموميه. نعم. الفتره اللي جايه. فكلنا داعمين ومساندين نادي الزمالك لرجوعه تاني لمنصه التتويج ورجوعه انه يقوم يقف على رجليه، لان الزمالك مهم جدا للكره المصريه انه يقف على رجليه. كويس قوي، لان ده زي ما بنقول الرياضه المصريه هي الاهلي والزمالك. اكيد كابتن، واتفاقا مع كلام حضرتك يمكن زميلنا جلال ابو مراد كان بيعمل لقاء مع اللواء حسن موسى، وطبعا اكد اني اول تحدي هيكون الاستقرار على تحديد موعد الانتخابات لانتخاب مجلس اداره رسمي وله الشرعيه من الجمعيه العموميه عشان يقود النادي، لان بدون استقرار زي ما حضرتك قلت ولو فضلنا نخش في تجارب والكلام ده كله مش هيستقر نادي الزمالك غير باجراء الانتخابات ووجود مجلس اداره منتخب. ورسالتك هنا، رسالتك هنا لكل الطموحين، لكل اللي عايزين يقودوا نادي الزمالك الفتره الجايه من خلال مجلس اداره منتخب، رساله حضرتك ليهم ايه؟ لان زي ما انت قلت دلوقتي الزمالك محتاج لتكاتف الجميع. انا بتمنى بس ان احنا اول حاجه يبقى في سرعه في حته الاجراء للانتخابات دي، يعني يبقى في ميعاد محدد فعلا ويتنفذ فيه، ما يبقاش فيه نمد تاني للجنه ونقعد نمد فترات، لان نادي الزمالك محتاج استقرار. نعم. الاستقرار مش هيجي يا استاذ كريم الا لما يكون في مجلس منتخب، لان نادي الزمالك قيمته كبيره جدا. نعم. على كل المستويات في مصر وفي الوطن العربي. اتمنى الفتره اللي جايه دي، احنا عارفين المشاكل اللي بيعاني منها النادي. نعم. او المشاكل اللي موجوده وخصوصا ابنائه اضرب المشاكل اللي موجوده. انا اتمنى ان كل ابناء نادي الزمالك ورموزه ان احنا نتحد مع بعض ونتفق على حاجه واحده، ونتفق على حاجه. مش عايز انا عايز في تنافس. نعم. انما قبل التنافس مصلحه نادي الزمالك فين؟ نعم.
مصلحة نادي الزمالك فين ونادي الزمالك يرجع بسرعة ازاي بخطوات سريعة ازاي. نعم. ده المفروض الشغل الشاغل اللي يشغل الرموز والناس اللي ممكن تكون موجودة على رأس مجلس الإدارة. نعم. او اللي هيكونوا موجودين في الانتخابات القادمة، ان انا قبل ما ابص على اي ما انا بعملها او ببص على اشخاص بجمعهم. نعم. او ببص ان انا بقى موجود على الكرسي، ابص مصلحة نادي الزمالك فين. مصلحة نادي الزمالك قبل كل حاجة، لازم نبص لمصلحة نادي الزمالك ونبص ازاي نرجع بنادي الزمالك بسرعه كبيره جدا. مش عايزين ناخد وقت تكاتف. نجنب المصالح الشخصيه. لا. نجنب اي خلافات كانت موجوده. صح. نجنب اي حاجه كانت سلبيه موجوده. احنا دلوقتي وقت التكاتف، وقت ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان مصلحه اهم مني ومنك. صح. هي نادي الزمالك. ان نادي الزمالك يا استاذ كريم، الموضوع مش موضوع. نعم. نادي مش الموضوع موضوع انت بتمثل. نعم. 50 مليون. نعم. يعني مش عايز اقول 50 60 مليون، انا مش. نعم. عايز اتكلم برضو عشان في ناس. نعم. يقول لك انتوا بتبالغوا. لا، نادي الزمالك بيشجعوا ملايين. نعم. كبيره جدا. نعم. وانت جاي عشان تشيل امال وطموحات. نعم. واهداف الناس دي. صح. بجانب ان نادي الزمالك جماهيره موجوده في مصر وفي. نعم. الوطن العربي وفي العالم كله. نعم. ومؤسسه كبيره جدا طبعا على طول على منصات التتويج، وجماهير يعني مش عايز اقول انا بنقل، انا جاي من بلدي بالبيس. نعم. بلد صغيره وجميله. أحسن يعني احسن ناس ربنا يخليك. يعني انا بقول لك نبض الشارع. نعم. الناس متخوفه. نعم. الناس قلقانة جدا على نادي الزمالك. نعم. في مكالمات. نعم. وفي ناس بتقابلك بتتكلم. نعم. معاك. نعم. المستقبل ايه؟ نعم. طبعا ان شاء الله باذن الله رب. المستقبل رب. باذن الله ان شاء الله ابيض يا رب بخطين حمر يا رب. بس نعم. ازاي يكون ابيض بخطين حمر؟ ان احنا نجنب المصالح الشخصيه. صح. نجنب الخلافات، نجنب السلبيات. نعم. ونبص لمصلحه نادي الزمالك. نعم. نحط ايدينا في ايدين بعض، نتكاتف مع بعض. همنا الشاغل وهمنا الوحيد ازاي نرجع نادي الزمالك بسرعه جدا للطريق الصحيح. نعم. نرجع نادي الزمالك لمنصات التتويج. نعم. نحاول نحل مشاكل نادي الزمالك ازاي. صح. مش عايزين نبص لمشاكل شخصيه او خلافات شخصيه. مش وقته. مش وقته نهائي. مش. نعم. وقته نهائي. نعم. نادي الزمالك اكبر من الحاجات دي واكبر من اي حد يا استاذ كريم. اكبر مننا كلنا. واكبر من هو اللي كبرنا كله لا زوال الا نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كبرنا كلنا. نعم. نادي الزمالك صاحب فضل على اي حد دخله مهما برضه. كانت حقيقي. هو مين. حقيقي والله. نادي الزمالك انت بتخشه يعني معلش ما فيش حد يعرفك. نعم. بتخرج منه من الباب الكبير العالم كله العالم عارف. كله عارفه. حقيقي والله. فلازم. حقيقي. نبص لنادي الزمالك بنظره من المنظور ده، ما نبصش بنظره سطحيه، بنظره ضيقه جدا فيها مصلحه شخصيه او فيها ان انا عايز ابقى موجود على الكرسي او فيها ان انا جاي اصفي خلال. لا. نعم. الفترة اللي جاية دي مش انت جاي تمثل ملايين. نعم. انت جاي عايز تاخد النادي بايده وتحل مشاكله. مطالب ان انت تسعد الملايين دي. مطالب ان انت تبقى عارف ما تجيش تفاجئني. نعم. انا كجمهور وكمشجع تفاجئني تقول لي انا ما عنديش فكرة. لا، ما عندكش. نعم. فكرة عن مشاكل نادي الزمالك وما عندكش حلول. اتمنى ان انت ما تبقاش موجود. سيب. نعم. واحد عنده الحلول وعارف مشاكل نادي الزمالك ايه ويقدر يشتغل ويقدر يمشي بالنادي في الطريق السيء ويرجعه الطريق. يا جماعه. نعم. الوقت ده. نعم. وقت انكار الذات. انكار الذات. نعم. وقت مصلحه نادي الزمالك اهم من اي حد مهما كان هو مين. نادي الزمالك نادي كبير جدا بيشجعه ملايين. لازم نقف جنبه ولازم نسانده ولازم نتكاتف وندعم بعض ونجنب المصالح الشخصيه والخلافات الشخصيه والسلبيات واي حاجه تعوق مسيره نادي الزمالك نجنبها على جنب. نعم. ازاي ننهض بنادي الزمالك وباسرع وقت ممكن لانه وراه جماهير بالملايين. نعم. نفسها تفرح ونفسها نادي الزمالك يرجع لسابق عهده. واي واحد اهلاوي اسماعيلاوي مصراوي اتحاداوي. يعني راجل يعني بيبص لنادي الزمالك بالقيمه الوطنيه الكبيره اللي هو فيها بيتمنى ان هو يرجع بسرعه جدا. لان رجوعه رجوع للرياضه المصريه. نعم. احلى تعبير كابتن، رجوع نادي الزمالك هو رجوع للكره المصريه، ودي حقيقه ما ينكرهاش اللي جاحد واللي عايز ما يستمتعش بالرياضه، اللي عايز ما يستمتعش بكره القدم. خلاص هنفضل على نفس المنوال ونفس الدايره اللي احنا بنلف فيها دي بدون منافسه شريفه، بدون عداله، بدون اعطاء كل نادي حقه عشان خاطر اللي كابتن مصطفى بيتكلم عليه. ننهض بالرياضه المصريه، ننهض بالكره المصريه، ننهض باسم مصر، عشان احنا تراجعنا كتير جدا وغيرنا عمال يجري في السباق
ومفيش حد بيجري وراه، لا احنا من النقطة دي ان شاء الله بإذن الله ويكون البداية من تحقيق العدل بين الجميع، ويرجع نادي الزمالك ويرجع فرسي الرهان في الكرة المصرية عشان خاطر ترجع الرياضة المصرية لسابق عهدها، ويرجع نادي الزمالك ان شاء الله كبير جدا ويرجع من الباب الكبير. كابتن مصطفى هروح مع حضرتك مع أسوريا، واعتقد ان قبل كده كنا بنتكلم وقلنا لسه بدري عن الحكم عن أسوريا، كان حضرتك في اللقاء معايا وقلت محتاج لاعبين، لكن الفترة الأخيرة يمكن نبتدي من دلوقتي نحكم على التجربة بتاعت مستر أسوريو مع فريق نادي الزمالك، خصوصا بعد خوض البطولة العربية وفرص الاحتكاك القوية جدا اللي لعبها، قدر يوصل للتوليفة المهمة جدا من لعيبته. حكم حضرتك عليه، تقييمك للفترة الماضية، وما هو مطلوب من مستر أسوريو الفترة المقبلة. الراجل ده عشان نتكلم بشكل منطقي عليه مظلوم. مظلوم. جه في ظروف صعبة جدا. أكيد. التيم توقيت كان بيعاني. صعب. توقيت يعني مش جه في توقيت صعب. نعم. وتحمل. نعم. الـ 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 الفريق واشتغل بشكل جيد جدا، احنا قلنا إن احنا الفترة اللي فاتت دي جه في توقيت صعب. نعم. اتحمل المسؤولية في ظل غيابات كتيرة جدا. موجودة. نعم. في ظل مشيان لعيبة كبيرة جدا مشيت، الأعمدة الأساسية، إصابات. نعم. كتيرة جدا في الفريق. والراجل اشتغل بشكل جيد. إلى حد ما في الظروف أو المعطيات اللي كانت متاحة موجودة. نعم. جينا قلنا بداية الموسم هيبتدي الراجل يعني ياخد بقى إيه، هنحكم عليه بشكل جيد جدا. إن هو هيبقى بداية الموسم هيجيب الصفقات اللي هو عايزها، واللعيبة طبعا انت عندك مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. نعم. ان انت مش عارف تجيب صفقات. نعم. بسبب المشاكل الادارية والمالية. نعم. اللي موجودة في نادي الزمالك. نعم. فطبعا العقوبة فطبعا الراجل بيشتغل في ظروف حتى في بداية الموسم صعب، الظروف مش مساعدة. نعم. البطولة العربية الراجل فيه له ما له وعليه ما عليه، ان هو في بعض الاوقات احنا مش عايزين، هو مدرب كبير جدا ومكسب للكره المصريه اكيد، دي حاجه لازم نتكلم فيها وندي كل. نعم. حاجه لكل واحد حق. هو مدرب كبير ومكسب للكره المصريه اكيد، لانه راجل عنده فكر، عنده شخصيه، بيحاول يفرض شخصيته او اسلوبه على الفريق، بس طبعا الامكانيات الفنيه اللي موجوده في اوقات كتيره جدا ما بتساعدوش. هو راجل واضح ان هو عايز يعمل حاجات كبيره جدا، ويمكن من الحاجات الجميله او متعة كرة القدم اللي هي الأداء الهجومي، وهو بيتمتع عنده الحتة. نعم. دي يعني موجودة في شخصيته وواضحة في أداء الفريق. نعم. وبتبقى في أوقات كتيرة جدا على حساب إن واحد دفاعي. نعم. بس هو نجح فيها لحد ما. هو نجح فيها لحد ما. في مباريات كان في ساعات يعني توفيق وعدم توفيق. احنا مش ملايكة. نعم. كل واحد معرض ان هو، وخصوصا ان هو بيتعرف لسه يا استاذ كريم. صح. يعني انا بتكلم على مدرب لسه بيتعرف على طبيعة اللعيب، لان ده جاي من قارة تانية. نعم. عشان ياخد لازم ياخد وقته انه يتعرف على امكانيات اللعيبة. الظروف، الفرق اللي بتلعبها. نعم. المسابقات المختلفة اللي بتلعب فيها افريقيا والدوري المحلي. اللعيبه اللي موجوده عنده، في عنده ناشئين، عنده اصابات، عنده لعيبه مشيت ولعيبه لسه داخله جديده. نعم. كل الحاجات دي بتاخد وقت عشان يحصل انسجام اللعيبه بينها وبين نفسها، ونفس المدرب اسلوبه وطريقه لعبه وشخصيته بتاخد وقت عشان تتطبق على اللعيبه او على الفريق. نعم. فالحاجات دي كلها بتاخد وقت كبير، بس اللي انا بقول عليه ان هو مدرب كبير مكسب للكره المصريه، لما تتوفر له الامكانيات اللي هو عايزها بشكل جيد، اعتقد ان نادي الزمالك هيروح في طريق البطولات وهيأدي باداء عالي جدا. ويمكن احنا كنا متخوفين كلنا كجمهور وكمحبين لنادي الزمالك من البطوله العربيه الاخيره. نعم. ان احنا كنا حتى بنتكلم بينا وبين بعض بنقول بلاش الزمالك يروح. نعم. في بعض انما راح الزمالك. خرجنا من دوري المجموعات، انما خرجنا بظلم تحكيمي. نعم. أدائنا كان جيد جدا في البطولة. وأنا أعتقد أن البطولة دي مكاسبها أكتر من الخسارة اللي فيها، لأن برضو هو اتعرف على إمكانيات اللي يبقى أكبر. نعم. في بطولة قوية، فرص احتكاك أقوى. طبعا حقيقية. خد فكرة كبيرة جدا على اللعيبة بشكل قوي جدا. نعم. سواء ناشئين، ويمكن هو عنده جراءة أنه دفع ببعض الناشئين في البطولة دي. نعم. يعني هو الراجل بيكون فكرة كبيرة جدا عن التيم، بيحاول يتعرف على إمكانيات الفريق. الناشئين واللعيبة الكبيرة، طريقة اللعب المناسبة اللي تناسب الفريق، كل الحاجات دي وراجل بيتحسسها. ويمكن هي الظروف اللي هو فيها مش مساعداه بشكل كبير جدا، انما اللي انا بقول عليه ان هو مدرب كبير وعنده فكر وعنده شخصيه، لما تتوفر له الامكانيات والقماشه زي ما بنقول، اللعيبه او الفنيات اللي هو
زي ما بنقول الطلبات اللي هو عايزها نقدر نحكم عليه بشكل جيد جدا، انما هو مدرب كبير ومكسب للكره المصريه. اكيد. هقف مع حضرتك عند نقطه مهمه جدا، وهي اذا لم يتم تفعيل او فك القيد او دفع الغرامه على سبورتنج لشبونه، لان برضه ده تحدي كبير جدا مش عايزين نقلل منه، ففي احتماليه كبيره جدا ان احنا نكمل بالسكواد ده، مفيش مشكله. الاداره او اللجنه قدرت ان هي تفك القيد وتدفع الغرامات اللي على نادي الزمالك، يبقى خير وبركه. لكن في حاله اذا لم يتم فتح القيد، هل حضرتك شايف ان مستر اسوريو بالسكواد الموجود ده بالتدعيمات بالاعارات اللي رجعت اوباما، حمدي علاء، يوسف اوباما، محمود علاء، الونش ان شاء الله يرجع بعد اصابته، يقدر نادي الزمالك كمان ان هو يحقق الطموحات اللي مطلوبه منه مع السكواد الموجود ده بدون تدعيم؟ يعني عايزين نتكلم بمنتهى الامانه؟ لا، نادي الزمالك محتاج تدعيم. يعني عشان نتكلم بمنتهى الامانه، بقول لحضرتك ماذا لو؟ ما انا بقول لحضرتك احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان نادي الزمالك محتاج تدعيم في الصفوف، في مختلف الصفوف، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا. انما احنا بنقول لو ما حصلش التدعيم ده، يمكن الفتره بتاعت مستر اسوريو الفتره دي هتبقى هو اتعرض بشكل كبير برضو على امكانيات اللعيبه مع الاعارات اللي جت، اللعيبه اللي جت، هو بفكره بقى وبشخصيته ممكن هتلاقي نادي الزمالك شكله مختلف، هيبقى شكله افضل، لان هو برضو ابتدى الفكر بتاعه ومعرفته باللعيبه يبقى فيه معرفه كبيره جدا. اسلوب اللعب اللي هيلعب بيه، طريقه اللعب اللي هيشتغل بيها، اعتقد ان الفرقه هيبقى شكلها مختلف. بس برضو فرقه نادي الزمالك محتاجه تدعيم، عشان نادي الزمالك يا استاذ كريم نادي بطل، نادي بيسعى لمنصات التتويج دايما. مش الاداء المشرف او ان انا ابقى رابع دوري او في المربع الذهبي، لا طبعا. نادي الزمالك طموحاته كبيره جدا وطموحات جماهيره كبيره جدا. طموحات جماهيره طول عمر جماهيره ما بترضاش غير بالمركز الاول والبطولات طبعا، الا في المراحل او في الحالات الاستثنائيه لما بيبقى في ظروف زي اللي بيمر بيها النادي الفتره دي، هي دي الفترات اللي ممكن الجماهير بتساند وبتدعم في كل الوجوه، انما في الوقت ده ممكن تصبر شويه. انما الجماهير صبرت كتير قوي، صبرت كتير قوي، لان نادي الزمالك ده نادي بيلعب، واللعيبه عندنا، انا كنت في ناشئين نادي الزمالك، انت بتلعب عشان تاخد البطوله، مش بتتمرن او بتلعب عشان تادي او لا، انت بتلعب من صغرك بتتربع روح البطوله جواك، روح البطوله جواك، تكسب البطوله، وجماهير نادي الزمالك متعوده على كده. فاحنا برضو مش عايزين نظلم مستر اسوريو، مش عايزين برضو نحطه في خانه. انا برضو لو قيد اتقفل، كل الدعم والمسانده لنادي الزمالك ولفرقه نادي الزمالك، لان دي ظروف اجباريه بقى. صح. يعني انا لو اتحطيت في الظروف دي انا بدعم الفرقه وبدعم نادي الزمالك لحد ما نوصل انا لازم نادي الزمالك ده يقف على رجليه ويرجع يجري في مضمار البطولات، لان جري نادي الزمالك في مضمار البطولات ورجوعه ووقوفه على رجليه هو رجوع للكره المصريه. لازم ده اي منصف واي واحد بيفكر في الكره المصريه بشكل وطني يهمه جدا ان نادي الزمالك يرجع وبشكل قوي جدا، لان هو والنادي الاهلي هم الكره المصريه يا جماعه، مع احترامي الكبير لكل الانديه اللي موجوده. لو نادي الزمالك وقع، الكره المصريه وقعت وحصل خلل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا في مستر اسوريو، وعندنا ثقة كبيرة جدا في ابناء نادي الزمالك اللي ان شاء الله يكونوا موجودين في الفترة اللي جاية، اللي هيكونوا مسؤولين عن نادي الزمالك. عندنا ثقة كبيرة جدا لان كلهم بيحبوا نادي الزمالك، زي ما بنقول وبنعيد، حب نادي الزمالك بس، حبه اكتر من نفسك، بص لمصلحة نادي الزمالك بس، ما تبصش ان انا جاي عايز اقعد على الكرسي، ما تبصش ان انا جاي مصالح شخصية، ما تبصش ان انا جاي اخلص اعمل يعني اخش في كلام مهاترات، لا، نادي الزمالك اكبر من الكلام ده. انت جاي عشان ترجع نادي الزمالك لمكانته اللي هو اللي المفروض ان هو فيها. نادي الزمالك بطل الدوري السنتين اللي فاتوا، نادي الزمالك طول عمره بطل ومشارك في البطولات، لازم نرجع زي نادي الزمالك للحته بتاعته عشان الكره المصريه تقف على رجليها بشكل قوي جدا، لان احنا داخلين على تصفيات كاس عالم، داخلين على معتركات كبيره جدا دوليه. منتخب الاولمبي داخل على بطوله باريس 24، يعني في مهم جدا ان الرياضه المصريه تزدهر وتتقدم وتتقدم للامام بايه؟
بقوه النادي الاهلي ونادي الزمالك. عمر الرياضه المصريه ما هتبقى قويه الا كان نادي الزمالك نادي قوي ونادي الاهلي قوي. نعم اكيد. حضرتك كنت بتتكلم معايا على ضروره الاصلاح وبدايه الاصلاح السريع، حضرتك ركزت على ان احنا ازاي نرجع بسرعه، فانا من دقائق يمكن اعلنت وزميلي مراد ابو جلال مع اللي هو حسن موسى كان بيتكلم على زيزو مستمر في نادي الزمالك، ان شاء الله خلال ساعات فتوح كمان يتم الاعلان على استمراره في نادي الزمالك، اعتقد ان دي بدايه ولا اروع، محدش كان يبقى عنده حاجه افضل من كده، ان زيزو البقاء على زيزو البقاء على فتوح في نادي الزمالك مكسب كبير جدا جدا يعوضك عن اي حاجه تانية. بصراحه انا عايز اقول حاجه بقى، زيزو بقى يعني زيزو ده يعني نموذج نموذج بجد جيد جدا ونموذج جميل للعب الكره. ما بتحسش بيه خالص اعلاميا، ما فيش مشاكل ليه ابدا، حتى لو له مطالب ماليه بكل ادب وبكل احترام بيطلب مطالبه الماليه، ما بيعملش اي، ما بيصيرش اي مشاكل. لعيب محترف بمعنى الكلمه. يعني لعيب عارف حدوده، متكامل. بجد. نعم والله بجد. حقيقة. يعني نموذج للعيب المحترف، لعقليه اللعيب المحترف. عنده يعني مش عايز اقول برضو ان زيزو مش ابن من ابناء نادي الزمالك. انما هو مش عايز اقول ان هو في خلال السنتين ثلاثه او الاربعه اللي لعبوا في نادي الزمالك تفوق، يعني مش عايز اقول برضو يعني تعتبره ابن من ابناء زي تربى فعلا في ناشئين نادي الزمالك. الزمالك بيجري في دمه زيزو. وده بيبادله جمهور الزمالك، بيبادله هو حاسس بالحب الكبير اللي جمهور نادي الزمالك بيبادله، وعبر عن ده في رسالته الاخيره. طبعا. لان انا برضو ما بعملش حاجه هباء، انا شايف اللي انا بعمله ربنا سبحانه وتعالى، انا بعمل حاجات كتير كويسه بتبص تلاقي المقابل حب الناس، ده حاجه كبيره جدا يا استاذ كريم. وجماهير نادي الزمالك بتحب زيزو لانه فعلا لعيب مؤثر. ولازم احنا لما نيجي نبني على فرقه نادي الزمالك احنا بنقول، خلي بالك في نقطه مهمه جدا، احنا عندنا القيد هيقفل يعني 23 تقريبا، عندنا قايمه الافريقيه تقريبا بعدها بثلاث اربع ايام 27. يعني لازم زيزو وفتوح يكونوا موجودين في نادي الزمالك، لانه من الاعمده الرئيسيه اللي موجوده اللي انت تبني عليها. مفيش حاجه بقى تحت الاغراءات الماليه تحت اي حاجه، لا نادي الزمالك اكبر من الكلام ده، ولازم احافظ على الثروه الرياضيه اللي هي تقوم الفريق بسرعه. ما اجيش اقول ان زيزو في قيمه ماليه اروح سايبه، لا ده انا فقدت ركن كبير جدا وضلع كبير جدا في الفريق. انا عايز ابني على الناس دي، وخصوصا لو انا عندي المشاكل دي مقفوله ومش هقدر اعوض، وخصوصا فترات قصيره جدا مش هقدر اتعاقد مع لعيب بقيمه زيزو، مش عارف اختار صح، مش عارف افكر صح، فلازم احافظ على اللعيبه اللي موجوده عندي دي، واحاول ادعم في اول فتره ممكنه او في الفترات اللي جايه لو القيد اتفتح ان شاء الله. الله لان نادي الزمالك يستحق كتير. نادي الزمالك يا استاذ كريم مش عايز اقول لك في ناس بتبكي، رجاله كبيره. رجاله كبيره يعني. مش عايز اقول حب نادي الزمالك بيجري في عروقهم ازاي. تخيل انت لما تبقى ناس كبيره كبيره مسؤوله، وناس مسؤوله في مناصب كبيره جدا، وتبص تلاقيه بيبكي حبا في نادي الزمالك وعايز نادي الزمالك يرجع. يعني الحاجات دي تستاهل من اللعيب ايه؟ تستاهل من اللعيب انه يموت نفسه، تستاهل من عضو مجلس الاداره اللي جاي، لو جاي تتمنظر لو سمحت اتمنظر بعيد عن نادي الزمالك. لو انت جاي كعضو مجلس اداره جاي تاخد شو اعلامي او لو سمحت بلاش الحته دي، خليك على جنب. احنا عايزين واحد يجي يحس بالمسؤوليه ويحس بالمشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك، ويحس بقيمه نادي الزمالك، عشان احنا عايزين نادي الزمالك ينهض ويرجع بسرعه جدا وتتحل مشاكله. لان جماهيره بالملايين واقفه، مش عايز اقول لك اي كلمه بتتقال بتسمع الكلمه دي راحه فين. الكلمه دي جايه فين؟ لان نادي الزمالك المستقبل اللي واضح قدامنا ان في مشاكل كبيره جدا. المشاكل دي هتتحل ازاي؟ ان شاء الله. النادي الزمالك هيرجع بسرعه ازاي؟ مين اللي جاي الفتره اللي جايه؟ اللي جاي ده جاي عنده حلول للمشاكل دي وعنده اولويات، خصوصا ان المشاكل دي معروفه ومعروفه، ولا جاي عايز يقعد على الكرسي وبعدين يفكر في نادي الزمالك؟ يبقى لازم نبص لمصلحه نادي الزمالك يا جماعه، ولازم نبص لاسم نادي الزمالك كبير جدا واكبر من اي حد جاي مهما كان هو مين. نادي الزمالك اكبر من اي حد. نبص على جميع نادي الزمالك اللي بالملايين، ازاي نفرحها، ازاي نرجع نادي الزمالك لمنصات التتويج، ازاي ندعم نادي الزمالك ونسده الفتره اللي جايه، لان نادي الزمالك يستحق منا الكثير. لان زي ما عمل مصطفى ابراهيم، ناس عرفت مصطفى ابراهيم من نادي الزمالك، الناس عرفت الاستاذ كريم من نادي الزمالك، الناس عرفت
اي شخصيه كبيره أكيد. رئيس نادي، لاعب، مدرب بتعرف من خلال نادي الزمالك، فنادي الزمالك فضله على اي حد بعد ربنا سبحانه وتعالى، واكبر نادي نادي الزمالك يستحق مننا التضحيه. نعم. نادي الزمالك يستحق مننا ان احنا نضحي باي حاجه عشان نادي الزمالك يرجع زي الاول واحسن. مش هلاقي ختام افضل من جمله حضرتك، نادي الزمالك كبير واكبر من اي حد وخيره على الجميع. دي رساله واحد زملكاوي جميل، كابتن مصطفى ابراهيم البشكور، وشكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده. شرفتني ونورتني وسعدت جدا بارائك الجريئه اللي كلها بتصب في مصلحه نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى ان رسائل حضرتك وكلام حضرتك ده يلقى اذن واعيه من كل محبي وكل منتسبي نادي الزمالك. كابتن مصطفى بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، انا بشكرك وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وربنا يوفق نادي الزمالك ويوفق الكره المصريه يا رب. فاصل، وبعد الفاصل استاذ مصطفى الجويلي، استاذ محمد نبيل، استاذ منتصر الرفاعي في فقرتنا الحواريه الثانيه والاخيره من زملكاوي. فاصل ونلتقي بعد الفاصل.